100% صحيح. وش اللي فرق؟ أنا لو كنت مولودة في قرية في غامض لكنت مثلي مثل جيلي الآن، يعني جدة وطبعا سيدة فاضلة مربية للأطفال، لكنها لم تنل حظها من التعليم ولم تعرف ولم تتثقف. ولدت في أسمرة في أريتريا، عاصمة أريتريا، عندما ذهب أبي للعمل هناك، وكثير من السعوديين في تلك الفترة كانوا يذهبون إلى حيث البحث عن الرزق. فهناك أنا عشت في أسمر المدينة الإفريقية الجميلة المتطورة. عادة الاستعمار عمره ما يكون له إيجابيات إلا في العمران والتطور العمراني، مثل ما حصل في مصر، نفس الشيء في أسمرة. الإيطالي، الاستعمار الإيطالي كان عاملها مدينة جميلة أوروبية، وبعدين أجواءها كانت جميلة. ولدت في شارع، أكبر شارع تجاري هناك، على جانبيه تجار من مختلف بلاد الدنيا. أبي كان عنده متجره، وجارنا يهودي أمامنا في ديانات مختلفة، ديانات مختلفة، نعم، وجارنا البريطاني وجارنا، فكانوا يعني عشت في هذا، بالإضافة إلى الجامع الذي خلف بيتنا الذي شفت يعني الأولاد الجالية العربية يذهبون إليه لتعلموا القرآن، فسحبت معهم. من وصلني لهذا الجامع؟ جار اللي مقابلنا اليهودي. فتخيل كيف كانت الأديان، كيف التسامح، يحضرون البعض. هذه أجواء أنا عشتها وظلت فيني لأني عشت وعرفت هذولي كيف يتصرفون. وأنت كنت في مرحلة التشكل الفكري والعقلي، فأثر فيك المشهد بشكل مباشر. نعم أكيد. واحدة من أهم الأسباب التي جعلتنا نذهب إلى اليابان أنها نموذج رائع لشعب وأمة تقدمت وتطورت، وفي نفس الوقت حافظت على مبادئها وثقافتها وتقاليدها. بالقرآن العظيم.
قدم يا شيخنا قدم. كلا 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 بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. الله يبارك فيك يا شيخنا. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا
يجعلك زخرا للإسلام والمسلمين. الله يجعلك زخرا للإسلام والمسلمين. لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما ملك القراء في تنزانيا بكل معاني رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بسم الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللهم زين حياتك بزينة القرآن يا نجم القرآن. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى صادقة من معجزات النبوة. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد. لا إله إلا الله. سكينة قلبنا. لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد كأنه كان توابا. ونعتز بتلاوتك. الله أكبر ولله وجه
حجم القرآن، جميع شعب البنغال معه. الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.